معاك اخوك عمرو اشرف من قناه على اليوتيوب نفط عمرو اشرف. النهارده جايين بموضوع جميل قوي يا رجاله، هيبقى سؤال وجواب. هيتم يعني السؤال هيطلع لي على الشاشه وهجاوبه، ولمم شويه اسئله كده من كذا جروب من على الفيسبوك، مبتدئين داخلين في مجال الحمام وبيسالوا وبلاقي ان مفيش حد بيرد عليهم. فلميت انا جميع الاسئله دي، كام سؤال كده لميته، هيتطرح قدامي السؤال على الشاشه وانا هجاوب عليه في فيديو بسيط كده وصغير، مش هيبقى كبير، علشان نقدر نرد على الجوابات دي بطريقه مختصره وفي نفس الوقت تتفهم. يلا بينا نخش في موضوع النهارده. السؤال الاول يا رجاله بيقول قدامكم، عشان المبتدئ وداخل في مجال الحمام بسرعه كده، ما تجيبش حمام جزار، ما تجيبش حمام جزار. ليه ما تجيبش حمام جزار؟ الحمام الجزار ليه معامله خاصه، ليه اساليب معينه انت مش هتفهمها غير لما تعاشرها وتخش فيها. هتبدا بحمام شامي، حمام يقدر يزق الزغاليل بتاعته، مش هيحتاج لحضان، زي عندك العبسي، عندك الكراكندي، عندك الاسترالي، عندك الزاجل، عندك الكشاك الشعبي، عندك الشقلباز بكل الوانه وبكل انواعه. كل الحاجات دي تقدر تزق ولادها وكريزليات الجمعيات. الحمام ده الحمام اللي احنا ابتدأنا بيه، كل الناس ابتدت بيه. يلا بينا الله، مزاج مزاج يا رجاله، كوبايه النسكافيه مع الفيديو. طب يا رجاله، في دلوقتي سؤال اتسال تاني، انا اعمل فيهم ايه؟ واحد عمال ينط على الاهلي وياكل هو، والتاني عيني اتطعر وصغر ومش عارف اتعامل معاه. يا عم الموضوع سهل خالص وهقول لك هتعمل ايه. دلوقتي لو انت عندك قص زي اللي وريهولك دلوقتي في الفيديو ده، وعندك فيهم زغلول كبير وزغلول صغير، بتشيل الزغلول الكبير الاول وتحط لهم الصغير تخليهم ياكلوه، وبعد ما الصغير بياكل بتروح شايله وحاطط الكبير، وكده الاثنين اتكلفوا، وكده الاثنين مع الوقت هتلاقيهم الاثنين بقوا قد بعض. شفت الموضوع سهل ازاي؟ ولا اي حاجه. جينا تاني اهو يا شباب، السؤال الثالث، تحت الحصى وتحت الاهالي ولا النشاره؟ التحديد تحت الاهالي ولا النشاره؟ اولا يا رجاله، لو هنتكلم عن النشاره، فالنشاره بتخلي لو الزغاليل فكت وخلاص تحت الاهالي، فالنشاره في الشتاء بتدفي، فالنشاره الناعمه دي في الشتاء بتدفي. لكن التحديق هو هدفها بتعمل حاجتين. لو هنبص بقى للتحديق، التحديق بتعمل حاجتين، التحديق منها كالسيوم وفيتامينات ومعادن للاهالي وللزغاليل لما بتفك، وتاني حاجه ان ساعه الحصى لما بيبقى تحت الاهالي فالحصى ما بيتحركش شمال ويمين فمش هيتكسر. اما النشاره لو احنا نحطها والحمام لسه محصي ولسه الحصى ما فكش، فوارد ان ممكن الحصويه برضك تتحرك ومعرضه للكسر. جاوبتك على السؤال وعرفتك، وانت اختار اللي انت عاوزه، وقلت لك ايجابيات ده وسلبيات ده، وقلت لك ايجابيات ده وسلبيات ده. يلا بينا نشوف السؤال الرابع. يلا بينا السؤال الرابع. السؤال الرابع رجاله بيقول، هو الحمام الزاجي ليه تقليب على المعمر؟ الحمام الزاجي ليه تقليب زيه زي اي فرد حمام، اي فرد حمام ربنا خلقه في الدنيا ليه تقليب. طبعا عمر تقليب الحمام الزاجي ممكن تقوله لنا في كلمه الا كلمه برضك علشان نكمل بقيه الاسئله بتاعتنا. طب يا رجاله خليكم معايا، هجيب فرد حمام ونتكلم عليه. ده طربوش، ده هو طربوش، انا الدكر ده مسميه طربوش. بص يا شباب، ده فرد حمام زاجل، تمام؟ طبعا هو مخروط لانه كان كنت شاريه زغلول كتم، وكان هو بسم الله ما شاء الله يعني راعي، لان هو فيه مواصفات كويسه او الستاندر بتاع الزاجل. طيب اهو يا شباب، ده ايه تقليبه يا عم عمرو؟ العين زي ما انت شايف كده، دي العين بتاعت الحمام الزاجل البيور، البيور اللي ولا داخله كريزلي ولا داخله رماي ولا داخله اي حاجه ثانيه خارج فصيله. دي العين او العين المظبوطه، وطبعا لما بيكبر عشان ده لسه عيل صغير عليه صمه وعديله وعديله العديله، فلما لما بيخلص الثلاث رشات فرد حمام ده بتبدا تبان التضاريس في عينه، وعامه عينه فيها كلها تضاريس، بس بردك لسه ما فصلتش قوي لانه عيل صغير. ملمسه بيبقى عامل زي الشموع، ملمس الحمام الزاجل بتلاقيه بيزحلق ايدك كده، عامل زي الشموع، تمام يا رجاله؟ عظمه بيبقى اسود، عظمه كله بيبقى اسود، دماغه بتبقى بالشكل ده، دماغه بتبقى بالشكل ده، تمام يا شباب؟ صدره بيبقى عريض، فرد حمام بيبقى ملحم، صدره بيبقى عريض، ما ينفعش العظمه اللي تحت دي تبان، تمام يا شباب؟ بيبقى ديله
على ريشة واحدة، ديله على ريشة واحدة زي ما انت شايف كده، جسمه بقى كله عضلات. لو عملت ظهره كده هتلاقي جسمه كله عضلات، ولو قسيت كده وانت بالراحة كده هتلاقي الجزء ده عامل 7 زي ما انت شايف كده، الجزء ده عامل 7 زي ما انت شايف كده. وطبعا من التحاسين بتاعته اللي بتبقى موجودة في ديله هتلاقي في اخر ديل، وطبعا بيقعد وقع ريشة رجالة فاللحم بيقلش في اخر ديله رجالة، بتلاقي هنا في ريشة بيضة من هنا وريشة بيضة من هنا، بس الحام طبعا قلش خالص، وده مش وقت فرجة. فأنا بس جبت لكم فرد عمدة لأن ده يعني في تحاسين كتيرة قوي في الحمام الزاجل. يلا نشوف السؤال الخامس، وده آخر سؤال معانا في حلقة النهاردة، الخامس والأخير في حلقة النهاردة. لو الحلقة دي عجبتك قول لي عم عمري أعمل منها تاني، وأنا هكررها لك تاني وهلم شوية أسئلة تانية ناس كانت طالباها. طيب مش عايز يكلف مع الحمام بتاعه. طيب أي فرد حمام أنت بتشتريه غريب أكيد بيبقى واخد وقت، بيبقى واخد وقت عند صاحبه بيكلف فيه. يعني واحد انا لو هتكلم هدي بنفس انا مثال، انا بكلف الحمام بتاعي بالليل باجي من الشغل وبطلع اكلفهم، في واحد تاني بيبقى شغله بالليل وفاضي بالنهار فبياكل الحمام بالنهار. فانت لما بتشتري فرد الحمام ده من صاحبه مش عيب انك تساله فرد الحمام ده انت بتكلفه امتى، او بتكلفه نوع الكلفه اللي بتديها له ايه، هل بتدي له خشن بسله ودرع وفول ودرع ويجه وقمح، فبتساله على نوع الكلفه اللي بياكلها. الحاجتين دول مهمين قوي وانت بتشتري اي فرد حمام من حد جنبك او من شخص ما تعرفوش، تعرف ميعاد الحمام بيكلف امتى، وفي نفس الوقت تعرف الحمام بياكل كلفه ايه عشان ممكن ما ياكلش لو متعود على كلفه معينه. طيب ساعتها انت بقى في اليوم اللي بتجيبه فيه ما تكلفوش، يعني في اليوم اللي انت اشتريته فيه لسه داخل عندك عند الحمام ما تكلفوش. ليه ما تكلفوش؟ عشان هو مش هياكل، ممكن تكون انت جايبه اصلا كالف، وممكن هو لو هو حتى مش كالف ممكن ما ياكلش عشان المكان لسه قلقان ومكان جديد عليه. طب الحل اللي انا اعمله انك بتجوعه وبتاكله تاني يوم في الميعاد اللي بياكل فيه حمامك، فبالتالي هياخد على الوقت ده مع تكرار الموضوع خلاص هيكلف زيه عادي عادي مع الحمام بتاعك ومفيش اي مشكله. ده كان موضوع النهارده رجاله، 5 اسئله بخمس حلول بتاعتهم، قلت لك الايجابيات والسلبيات. ما تنساش لو الفيديو عجبك تدعمنا باللايك وتكتب كومنت باقتراح فيديو جديد. كان معاكم اخوكم عمرو اشرف من قناه على اليوتيوب لوف عمرو اشرف، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.